يوم ما اخترت ازرع الافيون اخترت ازرعه في مكان بعيد، بعيد عن عيون الناس، مكان محدش يعرف يوصل له ولا يجيبه ولا حتى يطلع منه. والاتفاق بيننا كان واضح، هتيجوا تشتغلوا هنا، كل واحد فيكم ياخد فلوس اكتر بكتير من اللي يستاهله، بس بشرط ان محدش يطلع من هنا وفلوسكم هتوصل لكم كل شهر لحد بيوتكم، واللي يخلف الاتفاق ده هيموت. وقلتها لكم ساعتها، اللي مش قد الاتفاق ما يجيش معايا الارض، وانا عن نفسي وفيت بوعدي، وفلوسكم بتوصل لكم كل شهر اول باول، وانا من حق احمي نفسي وتجارتي، ومحدش يروح ولا يجي عشان المكان ما يترصدش. بس فيكم كلاب ما بيتعظوش من اللي جاب ليهم، كيف الكلب ده اللي حول يورب. اديني فكيتك، عايزك تقول لي كنت عايز تهرب ليه؟ كنت عايز تبلغ عن تجارتي وزرعتي؟ ما تقوليش اتوحشت عيالي وما اقدرش اعيش العمر كله هنا. قول لي هربت ليه؟ لا حتى اللي توحش عياله. احنا ظلمنا نفسنا لما قبلنا عم سليمان. ارضى يا بدري يا ولدي وما تفكرش في اللي في راسك ده تاني، واديك شفت بدل المره 10 اللي بيحاول يهرب بيحصل له ايه. بكره هتشوف اني ههرب وهاجي اخرجكم كلكم من هنا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.